أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا ندى من قناة نوني كيوتي. فيديو اليوم هيكون عن روتيني للعناية بالوجه والشعر الليلي، وهو الروتين اللي بعمله في الأيام العادية لما أكون راجعة من الدوام، بيختلف تماما عن الروتين اللي أنا قاعد أعمله في الويك إند. أول حاجة ببدأ أغسل وجهي، بختار غسول يكون مناسب وجهي في هذه الأيام. هذه الأيام أنا حاسة إنه في شوية جفاف في بشرتي، فأنا بختار الغسول وكل المنتجات بختارها بحيث إنها هي تزيد للترطيب. هنا مختار سيارة بي، هو فيلو سيراميد وفيلو هيرونيك أسيد. السيراميد حينظف لنا والهيرونيك أسيد حيدينا ترطيب. وأحيانا لما أكون عاملة مكياج بأشيله أول حاجة بميك اب ريموفال وايبس. هنا مختارة ميك اب ريموفال وايب فيها زيت جوز الهند عشان تزيد لي من الترطيب وما تعمل لي زيادة في الجفاف قبل الغسول. بعدين أغسل كل وجهي. بعد تنظيف الوجه هنعادل البي اتش حقة الوجه بأننا نختار التونيك. لازم تعملي تونر للوجه، اعملي التونر المناسب لنوع بشرتك او في يعني ايش بتحتاج بشرتك هتعملي تونر. انا مستخدمة هنا جلوين تونيك من بيكسي، هو فيه جلايكوليك اسيد يعني بيعمل على التفتيح، وفيه له هيرونيك اسيد والاثنين يعني تفتيح مع ترطيب. فانا حاسة انه ده التونيك المناسب معي في هذه الايام. بعد ما اعمل التونيك ببدأ اوزع على كل الوجه ماسك. بحب اعمل ماسك يومي على حسب البشرة، مثلا احيانا ماسك للتغذية، ماسك للتفتيح، ماسك للتقشير، ماسك ديتوكس. فانا اليوم مستخدمة ماسك لتصفية البشرة بالرز، واحيانا كمان بعمل ماسكات طبيعية واحيانا بستخدم ماسكات الجاهزة. هنا من ذا بودي شوب مستخدمة الجينسن والرايس، هو بيعمل تصفية وتفتيح للوجه. بعد كده بحاول أبدأ أرطب في بشرتي. فدايما لما تكونوا محتاجين ترطيب عالي تختاروا السيرم، تستخدموا السيرم بيعطيكم ترطيب أعلى وتستفيدوا أكتر مما تستخدموا كريم. فهستخدم سيرم أوز ناتشورال معروف جدا، فيه فيتامين سي تفتيح، فيه هيرونيك أسيد ترطيب، فيتامين إي مضاد للأكسدة، روز هيبس تصلح لكم كل مشاكل البشرة، والجرين تي للناس اللي لو عندهم حبوب في الوجه أو البشرة. بعد كده بجي أخذ كريم الدفرين. طبعا لو هتكلم عن الدفرين أحتاج فيديو كامل عشان أوريكم فيه فوائد الدفرين، وإنه الدفرين ده الحين يعني صار يعني كريم رقم واحد في علاج علامات تقدم الوجه والشيخوخة، لأنه هو بيساعد على إنتاج ويحفز إنتاج الهيرونيك أسيد في البشرة، وكمان بيساعد ويحفز على إنتاج الكولاجين. هو أساسا علاج لحب الشباب وبيعمل تقشير للبشرة. بعد كده ببدأ أوزع فيتامين إي أويل على المنطقة تحت العين وعلى الشفايف. أنا بعتبر الإي أويل هو المنتج السحري لعلاج الهالات السوداء، وتكلمت فيه عنه على صفحة نوني كيوتي على الفيسبوك، ممكن تدخلوا وتشوفوها. يعني أنا دالحين ما بعاني الحمد لله من هالات سوداء، مع إني أنا كانت عندي هالات سوداء من السهر ومن التعب بتاع الدوام. بعد كده ببدأ أوزع كريم جوز الهند على شعري، بيساعدني على ترطيب الشعر، بيعالج التقصف، بيعالج التساقط. المنتج من ناو خالي من يعني ما فيه ريحة جوز الهند، فممكن تعملي ماسك عادي أو ممكن تعملي كريم عادي. بعد كده طبعا باخد الفيتامينز على حسب، يعني انا برضو محتاجة يعني اي نوع من الفيتامين. احيانا باخد بي كومبلكس، بس غالبا باخد في الليل دي 3 مع حليب كالسيوم.
عشان يحصل لي ريلاكسيشن، خصوصا في ستريس ستريسفول دايز. جدا بتحسي بريلاكسيشن لو جربتي تاخدي فيتامين دي مع الكالسيوم. اتمنى انه الفيديو يعجبكم، ما تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو، تعملوا لي سبسكرايب لما كنتوا مشتركين معي في القناه قناه نوني كيوتي، وتعملوا لي لايك على صفحتي في الفيسبوك برضو باسم نوني كيوتي. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد عن روتيني في ايام الاجازات. في امان الله.